إذا نستمر أيضا بقراءة مناقشة التقارير، وأيضا طالب آخر يوضح حول مبادئ السفر الكوني، كيف تسافر بنجاح وتلتقي بعادتك الكونية. وهذا مثلا الكفر مهم، لاحظوا ممكن يعني تضعون صورة هيك، الديزاين هذا رائع جدا حقيقة. أي إعداد ضوء كوني 17، هذا مهم جدا. لاحظوا في البداية ممكن تكتبون محبة وسلام لكل الأرواح العظيمة المقدسة المنظورة والغير المنظورة. جميل جدا، أي تعبير رائع. إلى كل من يبحث عن الحقيقة، هذا مهم. أنت ضوء الكون، أنت محبة الكون، أنت سلام الكون، واعرف أن عائلتك الكونية معك وتساعدك وترسل لك محبتها. آمين. وهنا هي كاتبة الطالبة، وأنا أيضا أرسل لك محبتي وسلامي، وأصلي من أجلك بأن تمتلئ حياتك بالفرص العظيمة دائما. رائع جدا. وهذا حتى لاحظوا هو مستمرة، يعني أحب أن أرسل شكري وامتناني لأعواننا الكونية. مهم هذا. وأيضا أوجه طاقة محبة وامتنان لأستاذنا شوروبي، والذي من خلال اتصالي بالكون وتوجيهنا استطعنا التعرف على عوالمنا الكونية. وأيضا نحن نشكرك، أنت عندك يعني أيضا جلسات سفر كوني ودراسة عظيمة حقيقة، وأيضا أفدتي فيها ناس كثيرين. فالكون يبارك دراستك، الكون يبارك سفراتك الكوني، والكون يبارك وعيك، والكون يبارك عائلتك الكونية. وهنا لاحظ الطالبة أيضا، هذا مهم. لاحظوا هنا تكتب: وأرسل لكل قارئ وباحث وطالب لعلوم الكون محبتي وسلامي، وأطلب من زعماء الأكوان أن يضيئوا طريقكم نحو الحرية، وصلي من أجل الجميع بالمحبة والضوء والسلام الأبدي. رائع جدا جدا. فهذه هي المقدمة الجميلة والديزاين، بحيث أن القارئ يكون فعلا متشوق أن يكمل القراءة. تمام. هنا وضع المقدمة هكذا: أود أن ألقي بعض الضوء على أبرز المفاهيم الأساسية في السفر الكوني، ومقصدي هنا السفر الكوني من أجل الالتقاء بعوالمنا الكونية. السفر الكوني هو تجربة طبيعية جدا. صح، رائع. فهناك هو حتى المقدمة، أنت يعني بادئة بداية جميلة جدا يعني. فهناك من يحدث له سفر كوني أثناء بما يسمى بالحلم، وهناك من يرجع إلى الماضي ويتجول هنا وهناك، وهناك من يعدون لهذا الأمر ويقومون بمختلف الممارسات والتقنيات. صح، بالسفر الكوني هناك أيضا تقنيات أخرى: التأمل، التنفس، الاسترخاء وغيره، حتى يتمدد الوعي وتعيش ويعيش ترددات أعلى من الأحاسيس الخمسة. صح، حتى بالسفر الكوني تقول هنا: الكثير ممن نجحوا في السفر الكوني وقاموا باسترجاع حياتاتهم السابقة وانفتحت لديهم الذاكرة الكونية. من خلال السطور القادمة سنتعرف على بعض المبادئ المهمة. هو هذا المطلوب، نريد أن نتعرف المبادئ المهمة أن الطالب الشخص ينجح في السفر الكوني. فدعونا نقرأ ما تكتبه الطالبة ضوء كوني 17: تجربة السفر الكوني للالتقاء بعائلتك الكونية تجربة ستقوم بتغيير إدراكك لكل شيء من حولك ووعيك ونظرتك باتجاه الكون. لن تصبح مثل السابق. صح جدا ورائع جدا حقيقة. هي هذه السفر الكوني يغير كل شيء في حياتنا. نعم، تقول هنا: لأنك من خلال السفر الكوني ترجع إلى حقيقتك وتصبح الضوء الأبدي الخالق والمكون لكل الأكوان، وأيضا تتحرر من الوهم والأفكار المحدودة، وترتفع تردداتك وتصبح تعيش ترددات كونية، وتبدأ تفهم وتتفاعل مع القوى المنظورة والغير المنظورة. الشيء المهم يجب أن تعرفوا شباب، فعلا السفر الكوني هو مش يعني تأمل واسترخاء، لا، هو تجربة كاملة. حتى بالجسم تسافر، نحن دائما نقول عوائلنا الكونية، عائلتك الكونية تعدك أنك تنتقل، تسافر بالجسم، بالجسم المادي. فهنا الطالبة تكتب تقول: بل هو تجربة يعيش فيها الوعي، الحرية والجمال والصحة والذكاء. وظيفي مسألة الجسم أيضا، وقولي حتى يعني هيك تكتبين: وهو يحدث أيضا بالجسم مش فقط بالفكر. أي نعم. وقولي ممكن تكتبون هكذا: أقول ومن خلال دراستي
لجلسات الطلاب والطالبات. فهناك أشخاص سافروا بالجسم، نعم عندنا طالبة هي سحبت من مكانها بالضوء، نعم عالتها الكونية سحبوها بالضوء. أي طبعا مسجلة، يعني هذا الحوار موجود. أي من خلال سفرك الكوني واتصالك بعائلتك الكونية أنت تقوم ببناء حضارة كونية عظيمة، وتساهم برفع ترددات الجنس البشري وترددات الأرض، وتنشر وعي الخير والمحبة والسلام. أوكي صح. فهنا توضح ممكن هي هذه كيف تبدأ تسافر سفرا كونيا. فتقول رجوعك إلى حقيقتك، هل رجوعك إلى حقيقتك؟ أعتقد هذه باراجراف صحيح. تمدد على السرير أو اجلس جلسة مريحة، وابدأ شاهد جسمك مغطى بالضوء، ثم شاهد غرفتك ضوء، ومدينتك ضوء، وخارج مدينتك ضوء، والأرض كلها وما بعد الأرض، وكل الكون ضوء في ضوء. اشعر بهذا وعيشه جيدا جيدا صح. ترى أيضا أنفاسك هي ضوء عظيم يغير ظروفك، وتقول أنا الضوء الأبدي. مهم جدا هذا، إنه نعيش طاقة الضوء، وتكررها باستمرار من أعماقك، وترى أن كل كلمة تنطق بها هي تبني مع الكون. مهم جدا. وتقوم بخلق فرص وظروف عظيمة، ثم ترى نفسك ضوء مشع في فراغ الأكوان. أي نعم. فإذا تعيش طاقة الضوء، تمام؟ توضح يعني تقول لنا لأن طبيعتك هي طاقة ضوئية عظيمة ليس لها حدود. هو الضوء هذا مهم، الضوء اعرف هو هذا شيء مهم بالسفر الكوني. الضوء يشعر ويفهم ويحس، هو أنت. ما هو مين الذي يسافر؟ هو أنت الضوء. مهم جدا هذا الأمر. تقول هنا بعد ذلك ترى جسمك الضوء يتوسع أكثر وأكثر في الأكوان، وترى أيضا نجوم أخرى من حولك تشع وترسل لك محبتها وضوءها. هنا يبدأ الاتصال بعد أن تصبح نجمة ضوئية، تمام؟ تبدأ تتصل بعائلتك الكونية، تقول لهم أنك معهم، أطلب منهم أن يساعدوك أن تصعد إليهم. صح جدا. أن يكون اتصالك مبني على المحبة والهدوء، وأعرف جيدا أن كل رسالة ترسلها إليهم تصلهم آنيا. صح. لاحظوا هذا مهم. تشعل الشموع باستمرار، تصلي صلاة العلم، وتقول باسم الكون العظيم واسم الزعماء الأكوان واسم كل طاقات الخير، ألتقي بعائلتي الكونية. رائع جدا. وتقول أبارككم يا عائلتي الكونية العظيمة المقدسة. مهم جدا هذا. محبة النفس مهمة جدا بالسفر الكوني شباب، كل واحد يسمعنا. كثير مهم انك تبارك نفسك، تحب نفسك. اي لا تستعجل بالسفر الكوني. فالطالبة تكتب هنا لا تستعجل، فكل شيء يحدث لصالحك، لصالحك. صح. رائع. فأنت حقيقتك، أنت مصدر الضوء، من الضوء أتيت، الحب الكوني يغلفك. رائع. مهم جدا في السفر الكوني لا تقوم بالتفسير والتحليل، هذا مهم، نقطة جدا مهمة. لا تفسر، فقط تعيش الضوء وانطلق إلى أعماق الأكوان تحت الحكمة والبركات الإلهية. هكذا تقول، تقول أعيش الضوء وانطلق تحت الحكمة والبركات الإلهية، لا تضع أي تفسير. أوكي، يعني لا تضع تفسير ماذا يحدث إذا أراهم، ماذا أعمل إذا لا أصل، إذا المركبة كذا. خطأ هذا. فقط انطلق بفكر وروح الضوء، واعرف أن كل الأكوان ترحب بك، تحبك، والأكوان فخورة بك. هذا كثير مهم الأمر. عائلتك الكونية فخورة بك لأن أنت كائن المحبة.
من تعطي المصادر مهم جدا بالنهاية، هذا مهم. إذا لديكم مصادر مهم جدا، فهنا تقول أيضا من أحد الوسائل المهمة في مساعدتك على السفر الكوني، خاصة إذا كنت مبتدئ بهذه التجارب، هو الاطلاع على تجارب الآخرين، وخصوصا من لديهم خبرة ومعرفة مسبقة بالسفر الكوني والكائنات الكونية، مثل إلينا دانن، رائع، لاحظوا أليكس كولير، حقيقة هم شخصيات مهمة جدا يعني. أي، وكذلك الطالبة تكتب هنا، وكذلك تقوم بالاطلاع على تجارب الطلاب الآخرين وكيف كانوا، بدون كانوا كيف يتفاعلون، مش كانوا، لأن هم دائما باتصال رجاء، فلا نجعلها بالماضي، كيف يتفاعلون مع عوائلهم الكونية. أنا فقط أريد أن أضيف شيء مهم، وأنا أقرأ التقرير هناك شيء مهم جدا جدا، هو مسألة النفق الضوئي، لأن احنا تحدثنا كثير على النفق الضوئي، فأنا لم أرى ممكن الطالب يوضح النفق الضوئي. النفق الضوئي مهم، فممكن لو تضعون 4 أسطر 5 أسطر في التقرير النفق الضوئي في غاية الأهمية حقيقة يعني. تمام، هذه أيضا الملاحظة رجاء تأخذوها بنظر الاعتبار يعني، لكن بصورة عمل تقرير رائع جدا جدا. وأنا أشكر جهودك يا أختي المباركة، كلنا نصلي من أجل أخت ناظر كوني 17، استلمي خير الأكوان، محبة الأكوان، عائلتك الكونية معانا الآن تباركك، زعماء وزعيمات الأكوان يصلون من أجلك، تعيشين حياة عظيمة، وانطلقي إلى الضوء، انطلقي إلى حقيقتك الأبدية، أنت ضوء أبدي وضوءك ينير كل الأكوان. آمين آمين آمين.